اسمي احمد. انا كنت بقدم لكم فيديوهات على مدار ال7 سنين اللي فاتوا، دي اول مره اطلع لكم بشكلي، والسبب طبعا هو وصولنا للمليون مشترك. شكرا ليكم. انا مخطط للشيء ده من زمان، لما اوصل مليون مشترك هطلع لكم بشكلي عشان اتكلم معاكم، اتكلمكم عن نفسي، لان من اول ما بدات القناه عمري ما طلعت وكلمتكم عن نفسي. ففيديو النهارده هيكون فيديو عني، هتعرفوا من خلاله كل شيء يخصني. قبل فتره نزلت لكم بوست على المنتدى قلت لكم فيه تسالوا الاسئله اللي بتدور في بالكم عني، وجالي الصراحه العديد من التساؤلات، وانا في فيديو النهارده هحاول اجاوب على اكبر قدر من الاسئله اللي انتوا سالتوها ليا. كل اجابه هتحصلوا عليها هتعرفوا من خلالها معلومات اكتر عني. نبدا بالسؤال الاول واللي هو ما الدافع لصناعه المحتوى وخصوصا محتوى الرعب غير المحتويات الاخرى؟ مبروك المليون. طبعا عشان تعرفوا اجابه السؤال ده محتاجين تعرفوا ازاي قررت افتح القناه. والحقيقه قناتي وراها قصه كبيره جدا، فهي ما جتش بالبساطه دي، فوراها موضوع كبير. القصه بدات من شتاء 2016. السنه دي انا كنت شخص بيعاني من كوابيس مستمر، وكل مره انام فيها بيجي كوابيس. كنت بشوف دايما ناس شكلهم غريب عمالين يجروا ورايا، واحيانا الناس دول بيكونوا كلاب. الاحلام كانت بتحاول تنبهني من شيء معين هيحصل في المستقبل ويكون شيء سيء، عشان كده كنت بخاف من الاحلام دي. كنت بخاف دايما من المستقبل، وعشان اتغلب على الاحلام دي واخليها ما تجيليش مره ثانيه كنت بروح اقعد في اماكن مهجوره لوحدي، والشيء ده كان بيساعدني نوعا ما انه يخليني ميت من جوه، مفيش احلام سيئه تاثر فيا. بدات برضو ان انا اشوف عروض مرعبه او افلام رعب، كنت بحاول اخلي الرعب جزء من شخصيتي بحيث ما تاثرش باي شيء مخيف اشوفه. من ضمن الحاجات اللي انا عملتها هي اني لعبت لعبه اسمها فناف او فايف نايتس ات فريدي. طبعا اغلب مشاهدين القناه اكيد عارفين اللعبه دي، فاتكلمت عنها كتير قبل كده. اللعبه دي عرفتها عن طريق اخويا، وتقريبا كنت بلعبها من اول ما نزلت في سنه 2016 بالذات. كنت بقعد بالساعات اقعد العب اللعبه دي، كنت بقعد بالساعات عليها لدرجه ان في مره ختمت اول 5 اجزاء من اللعبه في يوم واحد. كان عاجبني الغموض اللي في اللعبه والاسرار الكتير اللي فيها، لدرجه ان قررت ان انا افتح قناه. فتحتها لاني فعلا كنت بحب اللعبه دي، وسميت القناه فناف وولد. دي كانت صوره القناه. القناه نزلت فيها فيديو واحد بس كان بيشرح كل شخصيات لعبه فناف، بس القناه ما كانش عليها تفاعل، ما كانش فيها اي حد بيزور. فانا كنت بدور على طريقه معينه ازود بيها المشتركين في القناه، لحد ما جالي واحد من اصحابي قال لي ان عنده موقع بيزود عدد الاشتراكات مجرد ما تدخل الايميل والباسورد فيه. وانا صدقته وخدت منه الصفحه وحطيت الايميل بتاعي جواها. فجاه بعدها ان الايميل اتهكر، واتضح ان صاحبي هو اللي عمل الصفحه دي وهكر الحساب. وهكره لان الاكونت كان مربوط بلعبه الليفل بتاعي فيها كان عالي. فرحت واتخانقت معاه وحسيت طبعا قدامكم، وفضل ينكر انه هكر الحساب. فانا فقدت الامل والقناه خلاص راحت. المهم عدت فتره عن المشكله، دخلت اكونت صاحبي اللي فجاه ان هو مات، لقيت كل الناس عماله تترحم عليه. فوقتها انا نسيت حلم ان انا افتح قناه وشلت الفكره خالص من دماغي، لحد ما جت سنه 2017. السنه دي حصلت حاجه مهمه، وان لعبه في نفس اللوكيشن نزل لها تحديث جديد، والتحديث لما لعبته لقيت ان هو مليان بالاسرار. فبعد ما لعبت التحديث كان عندي العديد من التساؤلات، فكنت محتاج ناس مهتمين بلعبه في نفس زيي عشان اسالهم عن حاجات في اللعبه، لحد ما لقيت منتدى بيجمع كل محبين لعبه فناف العرب. فدخلته بدأ بس ان انا اعرف معلومات، لقيت ان كل حد في المنتدى كان بياخد اسم شخصيه لنفسه، شخصيه من لعبه فناف، وفي الغالب بتكون شخصيته المفضله. شخصيتي المفضله كانت بوني من فناف الجزء الاول، بس لقيت ان في ناس كتير واخدين الاسم بتاعه، فقررت ان انا اسمي نفسي بان بان اللي هو احد القاب شخصيه بوني. فدخلت المنتدى بالاسم ده وتعرفت هناك بيه، وكونت العديد من الصداقات في المنتدى وبقيت مشهور فيه لدرجه ان بقيت مشرف هناك. المهم بعض من الاصدقاء اللي عرفتهم في المنتدى كان عندهم قنوات على اليوتيوب بيقدموا فيها محتوى يخص فناف. فلما شفتهم بيقدموا محتوى وفي ناس بتتابعهم، الشغف رجع لي مره ثانيه ان ارجع اعمل قناه تخص فناف. فالمره دي عملت قناه ثانيه اسمها بان بان، ودي كانت صورتها وهي قناتي الحاليه. المره دي بدل ما اعتمد على نفسي بدات ان انا اخد نصايح من اليوتيوبرز اللي في المنتدى، نصايح عن ازاي اكبر القناه بتاعتي. بالفعل هم ساعدوني، بدات ان انا اعمل فيديوهات كان المونتاج فيها بسيط جدا، كانت كلها كتابه، ما كنتش بطلع بصوتي. تقدروا تلاقوها لو رجعت ورا خالص في القناه. واحده واحده بدات ان انا اطور من نفسي واحسن اسلوب المونتاج بتاعي، وبدا فعلا يدخل لي مشتركين كتار، كل ده ما كنتش بطلع بصوتي. المهم في الفتره دي بدا يظهر بعض من عيون الحقد في بعض الناس في المنتدى، فالبعض كان شايف ان انا المفروض ما اكملش، والبعض التاني كان بيستهين باللي انا بعمله، كان شايف ان انا بقدم كلام فاضي. فانا هنا قررت انسحب عن الناس اللي في المنتدى، اكمل مسيرتي لوحدي وابني حاجه افتخر بيها بعد كده.
فبدأت ان انا اطور مقاطعي اكتر واكتر، واحده واحده بدأت ان انا اطلع بصوتي. طبعا تقديمي بالصوت في الاول ما كانش احسن حاجه، يعني زمان كان عندي مشاكل في الكلام، فما كنتش بعرف اتكلم كويس، فكنت بقعد في المقطع الواحد عشان اسجله اكتر من 12 ساعه. كان في الاخر بيجي لي ناس في التعليقات تقول لي ما تقدمش بصوتك تاني، صوتك مش حلو، غير مدركين اللي انا بعاني عشان اسجل مقطع واحد. واحده واحده بدات ان انا انوع في القناه ودخل العاب تانيه غير لعبه فناف، وكان مقطع عن مقطع الاسلوب بيتحسن فيه اكتر، لدرجه الناس اجمعت ان انا احسن واحد بيقدم بصوته بالمحتوى ده. الاشتراكات فضلت تزيد مقطع عن مقطع، وانا دلوقتي بكلمكم وانا معدي حاجز المليون، كله بفضل ربنا وبفضل لكم طبعا. دي كانت اعتقد قصه القناه بتاعتي وازاي بداتها وليه اخترت محتوى الرعب. ممكن نروح على السؤال الثاني، والسؤال بيقول ليه سميت نفسك بلاك بانبا؟ طبعا اسم القناه في الاول كان بانبون بس من غير بلاك، ضفت بلاك لاني لقيت ان في قنوات كتير كانت نفس الاسم، فضفت بلاك في اول الاسم، وده عشان اغير الاسم عشان انا بحب اللون الاسود. ايه كان هدفك لما دخلت مجال اليوتيوب؟ ايه نصيحتك لواحد عايز يفتح قناه؟ بس السؤالين دول مبروك على المليون. اول حاجه هدفي لما دخلت اليوتيوب كان هدفي ان انا ابقى فوق، بس ما كانش فيه اي هدف تاني، كان هدفي ان انا اعلم على الناس اللي كانوا بيستهينوا بيا. ونصيحتي لواحد عايز يدخل اليوتيوب، ما تهتمش لاراء الناس، اراء الناس ملهاش اي لازمه الصراحه، يعني ركز في اللي انت بتعمله وسعى وهتوصل، واهم حاجه تقدم حاجه انت بتحبها. مبروك المليون. هل واجهت صعوبات في بدايتك؟ انا طبعا واجهت صعوبات كتير، يعني عانيت كتير جدا عشان اوصل للي انا وصلت له. انت من اي بلد وعايش فين؟ انا من مصر، منصورة نفسها، وحاليا انا مش مقيم فيها. ليه تركت تنزيل في قناتك التانية؟ انا ما عدتش بنزل فيديوهات في قناة الجيمينج لاني ما كنتش راضي عن الاداء اللي انا بقدمه هناك، لان فيديوهات قناة الجيمينج هي فيديوهات تصنع او فيديوهات تمثيل، لان في العادة لما العب اي لعبة رعب انا ما بديش اي ردة فعل لما اجي العبها. في قناة الجيمينج بحاول اكون مور اتراكتيف واتفاعل اكتر مع اللعبة، وده بينتج عنه تصنع ردات فعل غير حقيقية، عشان كده سبتها. بس انا ممكن ارجع لها تاني، لان في اديتور عايز يشتغل معايا ويعمل لي فيديوهات قناة الجيمينج، فده ممكن يسهل عليا تقديم المحتوى هناك. ليه بطلت الالعاب وبقيت تعمل افلام؟ عندك كام سنة؟ محتوى الالعاب انا ما تركتوش، بس انا اتجهت لمحتوى الافلام في الفترة الاخيرة عشان انوع. انا لاحظت ان في ناس كتير منكم بدأوا ان هم يكبروا او يصبحوا خلاص شايفين الالعاب اشياء تافهه. انا فتح قناتي من 7 سنين، فبالتالي في كان بيتابعني وهو طفل، وحاليا هو داخل جامعه، وعشان كده يسيب القناه وما عادش يتفرج عليها تاني. حتى لما بدات انزل عن افلام ناس كتير من متابعين القدام رجعوا يتفرجوا عليا تاني. فمحتوى الافلام انا عامله عشان القناه ما تموتش، ممكن كلكم تكبروا وما عادش حد يهتم بمحتوى الالعاب تاني. المحتويين سنين بعض، بالنسبه للسن بتاعي اعتقد مش لازم تعرفوه، بس ممكن تخمنوا في التعليقات. ليه مش بتطلع وجهك في اليوتيوب؟ اعتقد انا المحتوى بتاعي مش مستاهل ان انا اطلع بشكلي، لو مستاهل كنت هطلع لكم من زمان، بس انا شايف المحتوى ممكن يتم تقديمه من خلال الصوت، فاطلع بشكلي في الفيديوهات المستاهله ان اطلع بشكلي، لكن فيديوهات النظريات ملهاش لازمه ان انا اطلع. افضل لعبه بالنسبه لك وافضل فيلم؟ احسن لعبه طبعا هي لعبه فناف، بالنسبه لافضل فيلم فهي سلسله افلام سو، اعتقد ان انا مغرم بالسلسله دي وبحب كل الاجزاء بتاعتها. هل انت مرتبط؟ ولا انا واحد ما بحبش يخوض محادثات مع بنات، لان المحادثات معاهم في الغالب بتكون كلام فاضي، فانا استفاد ايه لما اكلم واحده تقعد تكلمني عن اليوم بتاعها؟ انا غير مهتم. عجبتك واحده روح اتجوزها، لكن شغل الارتباط وتضييع الوقت صدقوني ملوش اي لازمه، انا لسه ما لقيتش شخص احبه. شيء خلاك تكره اليوتيوب؟ والله في كذا سبب خلاني احيانا اكره اليوتيوب، اهمهم ان في ناس متعصبه، مثلا لما اقول نظريه عن لعبه ما يختلفوا معاها يبداوا ان هم يتعصبوا واحيانا يشتموا ويعملوا تصرفات طفوليه، فانا مش عارف للدرجه دي في ناس عندهاش حياه لدرجه ان هي تتعصب على لعبه، يعني راحت جت لحته لعبه من تطوير واحد زيك. وبعدين بقول رايي في الاول والاخر، مش عاجبك تقدر تتابع اي حد تاني، لكن جاي تتخانق تتعصب ده ان كان يدل على شيء هو يدل على تفاهتك. لو كان عندك مشكلة شخصية بيني وبينك تعالى للحقيقة، ما هو سر شخصية قناتك؟ السؤال ده إجابته هتكون طويلة فخليه آخر سؤال. شخصية قناتي عملتها في بداية ما سبت الناس اللي في المنتدى، وشخصية القناة عبارة عن بوني من فناف 1
ولكن تم التعديل على شكله وضافت فيه كذا حاجة ترمز ليا. على سبيل المثال العينين المختلفتين عن بعض كل عين فيهم بترمز لشخصية مختلفة فيها. على سبيل المثال العين الصفراء بترمز لشخصية الهادية والحكيمة وهي شخصية مسلمة جدا. بالنسبة للعين البنفسجية المشتعلة هي بترمز لشخصية التانية واللي هي أكتر عصبية وتهور من الشخصية الأولى. بالنسبة للرداء الأسود فأنا لبسته للشخصية لسبب. أنا لما الواحد يقرر يترك ناس معينة أو يتخفى عنهم في الغالب بيلبس رداء أسود وده عشان ما تعرفوش عليه بيه ويخفي الهوية بتاعته. فأنا لبسته الرداء الأسود ده لأني قررت أعتزل الناس اللي في المنتدى واختفي عنه وكمل مسيرتي لوحدي. والشخصية هتلاحظه مع كل فترة وشها بيبدأ يتكسر تبدأ إنها تظهر الشكل الحقيقي بتاعها لحد ما الشخصية اتكسرت خالص وظهرت الشيء الحقيقي اللي جواها. المفروض لما الشخصية تتكسر خالص وتظهر الهيئة الحقيقية بتاعتها هتعرفوا كل شيء يخصني. والشخصية لما اتكسرت خالص أنا طلعت لكم في فيديو وعرفت كل حاجة تخصني وأنا أكون كده خلصت. شكرا ليكم، مع السلامة.